بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، ميدان جديد، ميدان الأعداد والحساب، بعدما كنا قد درسنا ميدان المقادير والقياس للسنة الثالثة. نبدأ تمرين أول. قالوا لنا أكمل الجدول بما يناسب، قولنا العدد، الكتابة بالحروف، التفكيك الجمعي، تفكيك النموذج. إذا نبدأ بالحروف. ثلاث مائة وخمس وعشرون، إذن هي 320 زائد 5، 300 زائد 2 ضرب 10 زائد 5. الثاني طاونا بالحروف، 708. 708 نفكوها، هي 700 زائد 0 زائد 8، 7 ضرب 100 مباشرة زائد 8. طاونا أعداد، 400 زائد 60 زائد 1 هي 461، 400 قوموا بتفكيكها. 4 ضرب 100 زائد 6 ضرب 10 زائد 1. الآن 6 ضرب 100 زائد 4 ضرب 10 زائد 9 هي 649، 640 زائد 9. إذن هذا التمرين الأول. ملء الجدول، أعداد، كتابة بالحروف، تفكيك الجمعي، تفكيك النموذج. التمرين الثاني عندنا طريقة تفكيك أفقيا بالشريط العددي وبالتفكيك. 52 نديرو هنا 52، هنا نديرو 10، هنا 3. 52 زائد 10 كم تساوي؟ 62 زيدوها 3 كم تساوي؟ 65. وهنا طبعا 43 زائد 26 هي 40 زائد 3، وهنا عندنا 20 زائد 6، 40 زائد 20 60، 6 زائد 3 9، المجموع هو 69.